متى كانت آخر عملية ولادة؟ اليوم جرينا عملية بتاعت ولادة، الحمد لله يعني مشت بسلاسة وبسلام يعني الحمد لله رب العالمين. كنت تحدثني قبل الهواء عن أن هناك مشكل لديكم في الأكسجين بالنسبة للأطفال، يعني هل هناك معاناة في هذا الجانب وهل حدثت أي وفيات إزاء هذا الضعف لديكم للأكسجين بالنسبة للأطفال حديثي الولادة؟ الحقيقة يعني حاولنا احتطنا بقدر الإمكان، يعني حسنا احنا ما قاضعين أكسجين، يعني احنا لسه ستيل عندنا استوك بتاع أكسجين موجود، ولكن بنحتاج انه نجيب أكسجين إضافي، والأكسجين يعني الهواء السائل أظن واقف، وتحصلنا عليه في مصنع في مدرمان قربي من سجن الهدى، ولكن صعوبة ترحيله يعني الآن بتواجهنا صعوبة ترحيله، لأنه كل يعني الناس العربات دائما بيشكوا من إنه ما بيقدروا يجاسفوا يمشوا المنطقة دي ويراجعين وكده.